بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد بإذن الله حل الاختبار الرابع من سلسلة المراجعة النهائية في رياضيات الصف السادس. أول نقطة، ينتمي العدد صفر إلى مجموعة الأعداد النسبية؟ آه. الطبيعية؟ أيوة. الصحيحة؟ تمام. يبقى الإجابة جميع ما سبق. الصفر يا ولاد عدد نسبي وعدد طبيعي وكمان عدد صحيح، عشان كده خدنا كل ما سبق. السؤال اللي بعده، مين ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة؟ إكس أكبر من أو يساوي 5، يعني السالب 5 معانا هي واللي أكبر منها. طب مين اللي في الاختيارات؟ السالب 5 موجود، يبقى ناخدها هي الأولى. الإكس والواي متغيرين، والواي تابع، والإكس مستقل. تعرف تجيب لي القاعدة إن أنت تضرب في 10 وتجمع 7؟ أقول له أيوه. الواي بتساوي نضرب ال10 في إكس تبقى 10x، وبعدين نجمع السبعة يبقى 10x زائد 7، وادي الإجابة أهي. المقدار الجبري ده تعرف تجيب مين اللي بيكافئه؟ أقول له أيوة، ده أنا لو ضربت دي في دي ودي في دي، يعني توزيع 3 في 2 ب6x، 3 في 5 ب15، يبقى الإجابة 6x زائد 15، الإجابة أهي. خارج اسم الدي على دي، 125 على 5، يا إما تقسمها قسمة مطولة يا إما تقسمها وانت واقف. 1 على 5 ما ينفعش. طب 12 نعتبرها 10، 10 على 5 فيها الاتنين، ويتبقى 2 جنب الخمسة تبقى 25، 25 على 5 فيها الخمسة بمجرد النظر. أي مقياس للنزعة المركزية ينفع لو كان الرسم على أحد الجانبين؟ طالما الرسم على أحد الجانبين يمين أو شمال يبقى الوسيط هو الأنسب. مين في التعبيرات دي تطلع قيمته 37؟ والله ما أعرف، لازم أحل دي وأحل دي وأحل دي وأحل دي. طب مين الإجابة يا مستر حامل عشان عامل الوقت؟ الإجابة دي يا ولاد. طب نعملها إزاي؟ أخلص القوسين أولاً. 25 على 5 فيها الخمسة، 5 أس 2 ب25، وارجع بظهرك، 2 في 6 ب12، اجمع الاتنين تبقى الإجابة 37، وعشان تتأكد اعمل التلات حلول التانيين. الصورة الأسية دي مين الأساس؟ أقول له 8، مين الأس؟ أقول له 3. طيب أكبر قيمة 65، أصغر قيمة 31، تعرف تجيب الأصغر؟ هو ادالك المدى وادالك الكبيرة. نجيب الأصغر إزاي؟ نطرح العددين من بعض، 5 ناقص 1 4، و6 ناقص 3 3، تبقى الإجابة 34 يا ولاد. اللي بعده دي قيمة مطلقة بالسالب، السالب جوه القيمة ملوش تقدير، يبقى 9 و4 من 10 وتختفي الإشارة السالبة. عايزين نجمع دي، نشد شرطة لدي وشرطة لدي، شرطة زائد شرطة يساوي شرطة، ونجنس المقامات. الأربعة ما بتقبلش على التلاتة. طب ده أولي، يبقى نضربهم في بعض، يبقى المقام الجديد 12 12، 12 على التلاتة فيها الأربعة، 4 في 2 ب8، 12 على الأربعة فيها التلاتة، 3 في 3 إيه ب9، اجمع فوق يبقى الإجابة 17 على ال 12، ده البسطة أكبر من المقام، ال 17 فيها 12 راية واحدة، واطرح دي تجيب الباقي، والمقام زي ما هو، العمر رقمي، يبقى من البيانات العددية. المقدار الجبري ده 8 مضروبة في مجموع العددين دول، يبقى نكتب الـ8 ونعمل فيه، وبدل مجموع العددين نعمل ساندويتش 4 زائد دي. جميل. تعرف تقول لي قيمة المقدار ده لو الإكس بربع؟ أقول له أيوة، بدل الـ8 إكس يبقى نضرب الـ8 في قيمة إكس اللي هو الربع يا ولاد، 8 في ربع زائد 3. طب 8 في ربع، 1 في 8 ب8، على الأربعة فيها الاتنين، وارجع اجمع التلاتة تبقى الإجابة 5 للواي. هات العين ميم ألف نسأل الكبير، هو انت يا 66 تقبلي على الـ22؟ اه، ده انا قدها 3 مرات، في العين ناخد الصغير يبقى الاجابه 22. طب لو كان عايز ميم ميم الف
كنت خدت 66 يا ولاد. السؤال اللي بعده هو السؤال الثالث، الوسط الحسابي قانونه ايه؟ اقول له مجموع القيم على عددهم. تاني، الوسط الحسابي قانونه مجموع القيم على عددهم. اي عددين من دول متعاكسين؟ كلمة متعاكسين يعني مختلفي الاشارة. مين هما؟ الخمس والسالب خمس. الاتنين زي بعض ولكن واحد موجب وواحد سالب يا ولاد. النقطة اللي بعدها بيسألني على مين؟ بيقول لي أي أقصى حمولة مع المسافرين يجب ألا تتعدى 32. يعني إيه الجملة دي؟ يعني ممنوع تزيد على ال 32. طب ناخد مين في الاختيارات عشان يكون مسموح؟ ال 30 بس يا مستر، لأن الباقي عدى وفات. طيب التعبير ده بيمثل ايه؟ بيمثل تعبيرا عدديا. عرفت منين يا مستر؟ لان كله ارقام في ارقام، يبقى تعبير عددي ما فيهوش رموز، والا كان بقى مقدار جبري. القيمة المطلقة الاصغر، كلما كانت القيمة المطلقة اصغر يبقى العدد قريب من مين؟ اقول له قريب من الصفر يا ولاد، طالما قيمته العددية قليلة وصغيرة. الرمز اللي بيمثل المدخل، مادام المدخل يبقى اللي اشترك في العمليات. مين اللي اشترك في العمليات؟ الواي ولا الاكس؟ برافو عليك الاكس. امال الواي ايه؟ الواي متغير تابع يا جماعة. السؤال اللي بعده، التمانية وستة من عشرة اصغر من مين؟ مادام اصغر يعني انت تجيب الاكبر. مين الأكبر منهم؟ ال 18 و6 من عشرة، لأن معاها 18 جنيه أكبر من ال 8 جنيه. نيجي للسؤال الرابع والأخير، أوجد قيمة المقدار ده لما تستعمل الإكس ب 10. يعني نمشي الإكس ونحط 10، جميل. آدي 5 في 9 ناقص 2 إكس يعني 2 في 10، ونسيب ال 3 أس 2 زي ما هي. طب لما نيجي نحل نفك الأسس هتبقى دي إجابتها 9، ونيجي نعمل دي بدي ضرباية ودي ضرباية، نقدر نجيب إجابتهم. أيوة، 5 في 9 ب 45، و2 في 10 ب 20. نعمل إيه دلوقتي؟ نعمل الأقواس أولا، 45 ناقص 20 يتبقى كام؟ 45 ناقص 20 يبقى الإجابة 25، وارجع أضيف التسعة تبقى الإجابة النهائية 34. ده إجابة السؤال 34 يا ولاد. جميل جميل، نشوف سؤال تاني، نشوف سؤال تاني. السؤال اللي بعده عايز قيمة الإكس، عايز قيمة الإكس. طب نجيب الإكس إزاي؟ فكر كده وقول لي، ده دي علامة زائد، يبقى نعملها بالعكس يا جماعة، العملية العكسية. الكبير ناقص الصغير، 9 ناقص 4 تبقى الإجابة 5. طب هنا مين اللي مغلس؟ السدس. طب مين تحديدا اللي مغلس؟ الستة. يبقى نعمل إيه علشان نتخلص من السدس إيديا؟ نضرب في المقلوب، نضرب دي في 6 ونضرب دي في 6. ليه يا مستر؟ عشان دي تروح مع دي، يقوم يتبقى لك الإكس 6 في 8 ب 48. السؤال اللي كلنا بنحبه بتاع مين؟ مخطط الصندوق. بيسأل على ايه يا جماعة؟ بيسأل على ايه؟ بيسأل على الحد الأدنى. فين الحد الأدنى؟ القيمة الصغيرة تبقى الإجابة 10. فين الوسيط؟ أقول له الخط اللي في النص تبقى الإجابة 14. فين الربع الثالث؟ الربع الثالث الخط ده اللي عندي الكام؟ اللي عندي ال17. فين الربع الأول؟ العرض بتاع المستطيل الشمال، تبقى الإجابة 13. تمام، سأل على الحد الأدنى. إيه الحاجة اللي ما سألش عليها؟ الحد الأقصى اللي هي 18. نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول لي إيه في السؤال اللي بعده؟ بيقول لي عايزك تجيب العصابة المنوال والوسيط والوسط الحسابي. هنعمل ايه؟ هسيبك انت تجاوب السؤال ده بعد ما ترتب القيم ترتيب تصاعدي او تنازلي. يا رب الاسئله تكون واضحه وبسيطه ومفهومه باذن الله.